السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبيز دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على جمال الماضي ومن هم اللاعبين الذين قصدهم بالماضي بالدماء الجديدة. يعني بعد ما شاف البطولة تاعنا هنا، يا شاف بطولة واحد يعبس على واحد، واحد بيقتل واحد، واحد حاسب باللي جهاد، حاسمي باللي جهاد في سبيل الله، يفرح في نقولوا احنا يفرح في 40,000 ولا 20,000. صار يا لم يعد يفصل جمال الماضي عن يوم معارفة منافسيه في الدور المجموعات قبل الدور المباراة الفاصلة من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر إلا بضعة أيام، يعني نهار ثلاثة إن شاء الله بربي. وبقدر ما بدأ جمال الماضي سنته الجديدة بتتويجات الفردية والجماعية من خلال الحفل الكاف في الغرداقة المصرية، حيث توج كأحسن مدرب في إفريقيا وأحسن منتخب في إفريقيا محرز في التشكيلة المثالية. أيضا بقدر ما دخله الشك وصار متخوف من موعد الحسم مع بداية تصفيات مونديال قطر، وهي منافسة حلم بالنسبة للمدرب الجزائري. والآن جمال الماضي ونعرف وإن دأب على التشكيلة واحدة أساسية، وهي تلك التي لعب بها أول مباراة في الكان أمام كينيا، وأنهى بها آخر مباراة في بوتسوانا. فإن التفكير في المونديال قطر الذي ما زال عن موعده قرابة ثلاث سنين جعل بالماضي يلقي قنبلة التصريحات أخذت أبعاد متشبعة ومختلفة من تحليلات، عندما قال بأن الوقت صار جاهز لدفع دماء جديدة في المنتخب الوطني، وحتى يحدد الأسباب اختصار قرار القادم والمنتظر في تقدم بعض اللاعبين في السن، ومنهم حسب ما فهم الناس عدلان قديورة، إسلام سليماني، رايس وهاب مبولحي، وحتى ياسين إبراهيمي، ورياض محرز، وجمال العمري، وفيغولي، وجميعهم ستتراوح أعمارهم ما بين 32 سنة إلى غاية 37 سنة من العمر في موعد المباريات كأس العالم 2022 في قطر التي ستلعب في الشتاء في آخر سنة 2022. لكن السؤال مطروح، من هي الأسماء المعنية بالدماء الجديدة المقصود بها تصريح وين مقصود بها تصريح جمال بالماضي؟ أكيد أن الملف اللاعبين المحليين مطوي هذه المرة، فيما قدمته الفرق الجزائرية في مختلف المنافسات الخارجية من شبيبة القبائل إلى اتحاد العاصمة، مرور بمولودية العاصمة ونادي برودرو، من نتائج الهزيلة واللعب البائس واللاعبين مفتقرون لفنيات والنضج التكتيكي وحتى الإرادة والروح الإمكانيات البدنية، يجعل أي ملتفت للدور الجزائري إنما يقوم بمخاطرة ويراهن حظوظ في تأهل لكأس العالم، لأن اللعاب الذي عجز أمام هواة إفريقيا لا يمكنهم الصمود أمام محترفيها. لأجل ذلك تصب كل التكهنات في أن جمال الماضي قد حدد شيئين في ذاكرته، وهما الاستنجاد بلاعبين محترفين لم توجه لهم الدعوة من قبل من مزدوجي الجنسية، واستعداد بعض اللاعبين الذين غابوا عن المنافسة القارية السابقة، مع احتمال صغير وهو أن يكون التغيير في قلب الفريق من خلال تبادل المراكز. قد يتراجع المدرب جمال بالماضي في صرامته مع اللاعبين المزدوجي الجنسية، وربما دخل في محاولات مع اللاعبين
من طينة حسام عوار الذي دخل فترة روتانية وملل مع ناديه ليون الذي لا يقدم كثير، كما أن مكانه في المنتخب الفرنسي شبه معدوم لأن الأمر يتعلق بفريق فرنسا بطل العالم ولم يقهر في الفترة الأخيرة وليس في حاجة إلى تشبيب. وربما علم الجمال بالماضي بأن ياسين عدلي وغيرهم يتداول فقط تماما كما فعل ياسين إبراهيمي الذي لم يقبل إلا بعد أن ترك الحاج محمد رورو، فكان يرفض ويقترب كما فعل اللاعبون المحترفون في اختياراتهم لأنديتهم ويعلم أن الجمال بالماضي بأن موسم الكروي لا يتشابه وليس كل من تألق في أمم إفريقيا سيحافظ على المستوى لمدة طويلة، وليس كل من كان خارج الإطار قبل كأس أمم إفريقيا سيبقى على الهامش. ومن هؤلاء نبيل بن طالب اللاعب الذي ما زال في السن تسمح له باللعب مونديالين قادمين، وحتى سفير طايدير المنسي المتواجد في قارة جديدة، طبعا سعيد بالرحمة الذي صار المنتخب في حاجة إليه في تنشيط الهجومي لأن طريقة لعبه في وسط الميدان الهجومي أو كصانع ألعاب تقدم للمدرب الحل افتقده كثيرا في عديد المباريات، وهو ليس مجبر على وضع سعيد بالرحمة في مكان رياض محرز على الرواق. على مدار 6 بطولات إفريقية من سنة 2006 إلى 2008 إلى 2009 كان المنتخب المصري بطل دون منازع يكتسح أي منتخب مهما كان اسمه ومهما تطعم بلاعبين كبار أمثال دروغبا مع الكوتيفوار وإيطو مع الكاميرون، لكنه يعجز عن التأهل لكأس العالم لأن لازم نفهموها هذا الوقت لأن الدورة المغلقة لا تشبه إطلاقا التصفيات التي تتواصل لعدة شهور، وهو الأمر يدركه جمال بالماضي لأن الروح التي لعب بها الخوض في مصر لن تبقى على حالها في تصفيات مونديال تلعب بمنافسة متباعدة ولا يمكن للمدرب أن يبقيها على نفس الروح، فقد يعود من إليها اللعاب محبط معنويا بعد فشله أو فشل ناديه وربما العكس أيضا. وفي كل أحوال فإن الحديث عن ضخ دماء جديدة ستجعل لاعبين الخوض يدركون بأنهم لم يضمنوا أماكنهم إلى غاية مونديال قطر لحد الساعة. يعني تشوف كيفاش حنا يا بنكون حنا نحضروا ونقولوا لازم لعابه خاطر دوره، تشوف مصر كانت تلعب دورات دير تير تخرج قولوا باللي ما راهي سهله يا جماعه، نتوما تبالكم كاين اللي الله غالب كاين اللي ما راش نعيبوا الناس ولا كاين اللي كان خاطئ فوتبول ما يتفرجش كاين 2014 ولا 2017 ولا كما صار ما صايهضر ويتبعوا القوة يتبعوا السونداج يديروا السونداج قاعد في دارو عنده يوتيوب قاعد يقرا الشاب شرا باغي باغي الطريق اجي نروح نركب معاه في الطريق وما صار نهضر له صح لا اعطي حاجه اللي تعرفها. انا نعرف بلي 14 جوار ما تكملش بهم دوره كوب دافريك كاليفيكاسيون كوب دافريك كاليفيكاسيون كوب دي موند وعندك تلعب دوره تاع كوب دافريك وعندك الشامبيونات تاعهم هذه يعرفها غير يلعب فوتبول متتبع ماشي واحد غير يهدر اخترت انا ما نهضروش في الباطل خاطر هذه بلادي ما نغش نهدر شكاين هذه بلادي هذه نقول باللي لا كاينه غلطه هنايا 14 جوار ما غاديش تفوت بها كاليفيكاسيون كوب دافريك كوب دي موند وتلعب بها دوره كوب دافريك وعندهم الانديه تاعهم يربو انتك مهبول ولا الروبو يعوج ما هي سهلة ليق باش تروح تلعب كوب دي موند هو راه عارف روحو شرا يهدر هو شو الجمال بالماضي. انا نقول لكم في ليكيب خاصو ربح حبات برك ربعه يكونوا ملاح برك هذا مكان ربح حبات برك خاطش على رانا نهضروا انا نقولوا بلي هذو اللعابه جيبوهم يا راني نهضر ما بعد كوب دي موند فانيك لازم تقعد في القمه مشي تروح دير كوب دي موند مليحه غدوه ان شاء الله مي تبغي تلعب كاليفيكاسيون مع راس الاخضر تجي تربحك.
لا، لازم استمرارية في العمل. زتي ما ينفعناش وجمع بالماضي يا ويجي نهار ويروح، سبحان الله ما كاش اللي غادي يدوم له. لو كان دامت تدوم للوالا هذا ما احنا ما نلحقوش، تدوم غير للوالا احنا كما نلحقوش. بصح لا، هذا بصح لازم يخلوا حاجه مليحه، يخلوا العمل ارى الحاج كو عينوكو في 2010 وخلى غير اللعابه تاع 2010 ضربوك نصيبوا اللعابه ما نصيبوش. كو محرز يلعب مع فرنسا ولا يلعب مع اسبانيا ولا مع انجليز الاخر يلعب، بصح لا الحاج خلى استمراريه. شو كي رانا شو ضربك شو رانا مولين غير اللعابه قدم، انا مولين اللعابه قدم، انا لعبوا باللعابه تاع 2014 ومن بعد يخرج لك واحد ذبانه يكتب لك يقول لك لا ما تقارنليش تاع 2019 ب 2014. غير هما برك، غير هما انتوما راكم انتوما ما تبغوش تهضروا الصح وصايك.